السلام عليكم اخواتي، كدارين لاباس عليكم؟ كنتمنى انو انتم كلكم بخير على خير. اليوم فيديو جديد، قبل تفرزوا ما تنساوش ديروا اللايك. دابا اخواتي غادي نمشي دابا باش نشوف ابويا، على حسب اليوم اجمعت داك الخشب، هذاك الخشب اللي غادي نديروا به ان شاء الله في الدار ديالنا. راكم شفتوا في الفيديو ديك الساعة كانت ابويا اشترى شجرة هنايا في واحد ملاحة، وابويا خلصت هاد الشجرة هادا. وديك الساعة عيط داك المول ديال الماكينة وقطعه هاد الشجر هادا بس نديرو بيا ديال الباب في الدار، في الدار ديالنا. هزك ديك الماتيريال كامل وغاري نركبوها في الطوموبيل. انتو دابا غاري نشوف، غاري نوصل وراكم معي. معي والدة باقي ما جاش. هيا والدة لهي، هيا والدة شتا، هيا جاية. فين؟ يا تتبان لي صافي. هيا شتا، هاد هو قلت لكم الخشب اللي غادي نديرو بيه في الدار ديالنا. ها انتم ما عرفتش شحال شتا، هذا شتا صراحة زوين. هيا خويا صافي غادي يعمرو داكشي كامل. يوسف هادم هانتوما اخواتي، بغا نشارك معكم شنو غادي نديرو. عرفتوا هاد القضية حاجة زوينة على قبل الدورة، بحال دابا دائما عائلة ديالي الا كان كيجبدو الدورة بحال هادا صغيرين، راكم عارفين صغيرين هادا، يعني هادا قضية اللي شو اسمه كدقي تما، صراحة زوينة. شوف انا نوريكم الطريقة، يلا نورما يلا نورما. شوف بحال ماكينة، هانتو ما انا ماكينة بيت يوسف. شفتوا اخواتي صراحة زوينة وباقي بزاف، انتوا باقي بزاف. قبيله تنديروها، وقلت راسي خلينا نشارك معكم هذاك الشيء. هانتم هذا الا كيصلى هذا كنحيدو غير شويه، هانتم كنحيدو غير مثلا هذا اللي باقي وتصافي تنلوحو تما. انتو هل هذا ماشي بزاف ودغيا دغيا يوسف لا ولد يلا شوفي يوسف شو تيدي تدير بسالة يا صاحبي. لا نو والدي نو والدي نو ساكي بانا ما منورم صافي. انا غادي نجرب، انا غادي نجرب. أنا
عشان ما يبقاش الضوانة يبقى ديك سلحاسة. هذا طريقة أخواتي اللي دائما عائلة ديالي تيديروها داك الساعة اللي تيجبدوا الدورة في الغابة، فهمتوا؟ لأنه ماشي بزاف، شي حاجة قليلة. داك الساعة كيسلعوا كنشفوا الدورة كدير في المدينة بس يبيعوا. ما بس هو اللي كان متو مايو ما ني كان هو انا ما لا والدي لا شوفوا يوسف شنو تعدير ما انضربت يوسف بصراحة ما نكذب عليكم اخوتي حيت دخلت مع هذا غير شوية سخفني يا انتم في نورمال الدنيا ما كنا ما نوتكم ما كنا صافي باقي بزاف هانتم باقي بزاف الحي تواليد الهي تنعاونو هانتم يوسف شنو تايدير خواتي هانتم تيزلع تيزلع الدورة شتو بوسي والدي بوس بوس والدة تكفى من بدك قناصي تدوكاني دي باكه غسيت مبارين كانوا صافي هانتم اخواتي صافي هادول ما باقي ما صالوا اللي بزاف عاود كنرجعوا من هي تو غير داكشي شي اسمه بحال هذاك تنرجلهم بس نعود وعاود ندقو فهمتو وكيفاش جيكم داك الطريقه هذا صافي داكشي اللي كاين اخواتي شاركت معكم هذاك شو كنتمنى انه اخذتوا شي شويه فكره فهمتو هانتم انا نوريكم كيفاش مصوبوا هذا مصوب بالخشب ماشي خشب بحال بامبو تري وصافي دايرين هذا هانتم دايرين هذا بس ما يعني الجن بس ما هانتم راكم شفتوا قدامكم كيفاش صوبوا وهذا بحال رويده ديال الطونوبيل صافي هذا خشب صافي هذا مسمار شوفوا كيفاش مصوبه صافي عاد غادي نعمروهم صافي داكشي اخواتي وبغا نجاوب هادولي بزاف تيجوني في الطاليك قالوا لي لاني علاش ما ديري كانا يعني ديري كانا ديال اخواتك صوبي لهم شي كانا بس مره يلوحوا الفيديوهات ويعاونوا بيها فهمتوا بصراحه ما نكذب عليكم اخواتي هذا القناة يعني ماشي ساهل ماشي ساهلة بس واحد يدير قناة على حسب القناة ماشي يعني صافي تلقي كاميرا وصافي حطيه خصك ديري سي فيديو الناس اللي غير يعجبو ماشي يعني ديري غير سي فيديو على 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 كيفك يعني ديري غير سي فيديو وتخربيك وتخربيك فهمتم والو يعني ناس ما غير يتفرزوا ناس ما غير يعجبهم و شو اسمه حاجه اخر يعني اخواتي عائله ديالي يعني ما عندهمش في ديك يعني ما عندهمش زعما سي فكره ديروا كان يعني حياه ديالهم بعيده على السوشيال ميديا بعيده على السوشيال ميديا وديك ساعه جيت هنا يا عرفوا يعني بقى كتفرزوا في الفيديوهات ديالي عاد عرفوا يوتيوب فيسبوك
وصافي دائما تندير فيديو هنايا في الدار وتنمشي وتنشد كاميرا وتنصور. ابويا قال لي يا خدمة ديالك بنتي ماشي سهلة، لو كان غاري تسولني واش غاري ندير داك الخدمة عمري ما غاري ندير. فهمتوا يعني عائلة ديالي يعني بغا يعيشوا بعيد على السوشيال ميديا، بعيد على يعني بغا يعيشوا شي عايشة بسيطة. ما كان لا لا ما عرف كيفاش نشرح لكم صراحة، يعني هدر ديالي دابا مخربقة. فهمتوا يعني بحال دابا الا كان غادي نصاوب لهم سي مثلا سي كانا ما غادي يعرفوش كيفاش يتصوروا، ما غادي يعرفوا كيفاش مونطيو، ما غادي يعرفوا كيفاش يحطوا. اخواتي واخا عارفوا كيفاش مونطيو، غادي نوريهم كيفاش مونطيو كيفاش يصور، ولكن هما ما عندهمش خاطر داكشي، يعني ما عندهمش خاطر باش يديروا داكشي. فهمتوا داكشي اللي بغيت نقول لكم اخواتي، كانا ماشي سهلة. واحد الى عنده كانا خاص يتصور مزيان، خاص تليفون مزيان، خاص تمونتي مزيان. فهمتو واخا زعما غادي ندير مسيكانا ما غادي يبغاو وما غادي يصح، ما غادي يتفرجوا بزاف الناس على حساب ما عرفوش كيفاش يحضروا، يعني غير زعما يصوروا طبيعه. على حساب كاين بعض المتابعين ديالي قالوا لي ديري لهم كانا الى ديالك ولا اخواتك بس يصوروا بعض الطبيعه عندنا شحال قدهم يتصوروا غير داكشي. فهمتوا داكشي بغيت نقول لكم اخواتي، وكنشكركم بزاف على حساب يعني كتفكروا مصلحة ديال العائلة ديالي وداكشي. صراحة كنشكركم بزاف انتم. وقبلوا علي داك الحضر ديالي اخواتي، الا كان في واحد الا كان شي حاجة ما فهمتوش يعني سمحوا لي. والمهم كنتمنى انه عجبتكم هذا الفيديو هذا، وقبلوا علي هذا الفيديو، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله في الفيديو اخر. تحلى فراسكم، مع السلامة. يوسف الله يوسف